ورجوناك من كثيرين
شد علي بالعطايا إلهي يا حبي ويا هنايا، رفعت إليك شكوايا أتراك تردني خائبا يا إلهي، حاشاك أن تردني خائبا، فبحر جودك يروي كل من يرد إلهي، طلبت بابك دليلا وأتيت رحابك مقلا، اللهم اعف يا قم على كما تحب وترضى، واجعلنا معك كما تحب وترضى يا رب العالمين، إلهي يا غنية العابدين، يا قبلة الساجدين، يا ملاذ المستوحشين، يا جريز يا قبلة الساجدين، وقفنا بين يديك نرجو ما في يديك الكريمتين، يا من عطاؤه كلام ومنعه كلام وجوده كلام، جد علينا بالأمن والسلام، نحن المثقلون بالذنوب والآثام، يا لشقوتنا إن لم تتب علينا يا مولانا، يا لخسارتنا إن لم تلحقنا بجودك ورضاك، إلهي يا ملك الأملاك ارحم عبد الرجاء دمر على الخد نادى، أجر كسري واغفر وزري وارفع قدري واشرح صدري، إلهي يا عدتي وسروري يا ملاذي وذكري، اللهم تقبلنا وقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى الإيمان الكامل جمعاً توفنا، وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، عجباً للقلوب كيف استأنست بسواك، وعجباً للأرواح كيف خف أنينها ولم تلقى، وعجبا للعيون كيف جف دمعها ولم ترى، وعجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، وعجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، وعجبا للآثام كيف طلبت بغير رداك، اللهم اجعل ذكرك شغلنا والشوق إليك صنعتنا والحب بين يديك بهجتنا، اللهم إنا نسألك حبك ورضاك وحسن لقاك، قد اشتاقت قلوبنا للقاك وحنت عيوننا لرؤياك، إلهي آمنا بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، اشتقنا لنقياك،
بثقتنا بك يا الله. اللهم اجعلنا من ذوي الوجوه الناظرة إليك يوم القيامة ناظرة، إلهي ما طيب الجنان إن لم يكن بها رؤية وجهك يا رحمن. أقر القلوب وأسعد المآت والعيون برؤيتك يا الله. اللهم أسعدنا برؤيتك يوم العرض عليه، يوم تخلع الحجب بيننا وتنادي بنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما رضيتم عبادي؟ فلا رضينا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أوجبت لنا جنتك وحرمت علينا نارك. فيكشف الحجاب فنرى نورك يا رب الأرباب، فنخر سجودا بين يديك نلثم الأعذاب. إلهي لك الحمد يا رب العالمين، هذا ظننا بك يا الله فنذوب بك حنينا. اللهم ونذوب بين يديك أنينا على نهر السنين التي اشتقنا فيها إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا، اجعلنا ممن يراك طول بقائه في الجنان، لا تغيب عنا في كل آن. أكرمنا بهذا المقام برفقة الحبيب العدل عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن المذنبون بين يديك، المقصرون بحق أمتنا، المقصرون بحق إخواننا. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يجبر تقصيره ويعود عن تقصيره. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ثبت القلوب والأقدام والجنان، واجعلنا مددا للمجاهدين يا ديان. اللهم اجعلنا من خير أجناد الأرض يا الله، أكرمنا بالجهاد في سبيلك. اللهم فلتغبر عيوننا وآذاننا ووجوهنا في سبيلك. اللهم إنا نسألك الرباط فيما يرضيك عنا، نعوذ بك من النفاق والتفاضل والرقاد. اللهم أحينا يا رب العباد، اللهم احفظ شامنا واحفظ عراقنا واحفظ فلوجتنا واحفظ يمننا واحفظ مصرنا واحفظ لبناننا واحفظ أقصانا. اللهم احفظ فلسطيننا يا رب العالمين، أكرمنا بالجهاد في سبيلك تحت راية لا بأس فيها ولا عمل، أكرمنا بالجهاد مع المهدي عليه السلام ومع سيدنا عيسى عليه السلام يا رب العالمين. تقبل منا رمضان، ضيف حبيب يغادرنا سريعا، اشتقنا إليك قبل رحيلك عنا إلهي، فلا يغادرن رمضان عنا إلا بعد أن نوفيه حقه علينا. اللهم اجعلنا من المحسنين فيه، نعوذ بك أن نكون من المسيئين إليه وفيه.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا ودعاءنا وتلاوتنا للقرآن، وأتم النعمة علينا بالثبات على طاعتك بعد رمضان. نعوذ بك أن نرد على أعقابنا يا رحمن، نعوذ بك أن ننقض الغزل الذي غزلنا بعد أن وفقتنا للطاعة يا رب العالمين. ثبتنا يا الله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على لا إله إلا الله، نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اهد شبابنا ونساءنا، تب علينا جميعا وأعطنا سؤلنا جميعا، وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس.